السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ادنس جوه الريفت تقدر تخليك تتحكم في الفاميلي اللي موجودة عندك في المشروع والبرامتر اللي موجودة. تقدر انت تعدل اسم البرامتر، تقدر انت تغير فيه. ده الشكل بتاعها اهوت، فبيبدأ يجيب لك الفاميلي اللي موجودة. تقدر تعملها دوبليكيت، تقدر تعملها ديليت، تقدر ان انت تعمل بيرج، تقدر تعمل اكسبورت للفاميلي اللي انت محددها، تقدر تعدل العدد كبير جدا من الفاميلي مرة واحدة، ان انت تغير الاسم، سواء ان انت تزود مثلا حرف معين في الاول او في الاخر زي ما انت عايز. تقدر تعمل سيلكت اول لو انت عايز وتعدل الاسامي كلها مرة واحدة. تقدر ان انت تعمل موديفاي للبرامتر، تقدر ان انت تنسخ البرامترز، تقدر تضيف شيرد برامتر، فبديك تحكم كبير جدا في البرامتر اللي موجودة في الفاميلي، ودي حاجة مهمة جدا. فبالشكل دوت تقدر ان انت تتحكم في البرامتر سواء فاميلي برامتر او شيرد برامتر لعدد كبير مرة واحدة. الشركة دي برضو عاملة شوية تولز او ادنس كويسين، زي انه هو يعمل اوتو سيف كل شوية او يعمل ميرج للدروينج، وزي ما انت شايف اغلبهم مجاني. فشوف ايه اللي مفيد ليك او اللي انت محتاجه وسطبه.